مرحبا بكم من جديد، أتمنى أنكم تكونوا بخير وبصحة وبعافية وأنتم بتشاهدوا الفيديو. لم يبقى إلا أيام قليلة على انتهاء معظم المسلسلات الهندية التي تعرض على كل من قناة زي ألوان وقناة MBC بوليوود، مما يدعونا إلى التساؤل ما هي المسلسلات التي ستعرض بعد انتهاء هذه المسلسلات. أولا، مسلسل حب يتخطى الزمن الجزء الثالث سيعرض بدلا من مسلسل هندي حياة قلبي الجزء الأول ابتداء من شهر نوفمبر القادم، وسيتم عرضه على قناة زي ألوان مساء، وكل حلقة مدتها 60 دقيقة. ثانيا، مسلسل حبيبي الفريد الجزء الثاني سيعرض بعد نهاية الجزء الأول، سيعرض في نفس توقيته. ثالثا، احتمال عرض مسلسل هندي الجديد بعنوان قلوب أنانية سيعرض بدلا من المسلسل المصري كارمل ابتداء من شهر نوفمبر القادم، وسيتم عرضه على قناة زي ألوان مساء، وكل حلقة مدتها 60 دقيقة. وأخيرا، المسلسل الهندي المنتظر لكنه لي الجزء الثاني رسميا سيعرض بعد انتهاء المسلسل داويني على قناة MBC بوليوود ابتداء من شهر نوفمبر القادم. قصة المسلسلات الهندية الجديدة، هناك مسلسل جديد سيضاف على قناة زي ألوان وهو مسلسل قلوب أنانية، تدور قصته حول شاب يدعى أديتيا الذي سيتزوج من فتاة تدعى نيشا، وهي شريرة وأنانية ولا تملك المشاعر في قلبها، لكن أديتيا سيتزوج نيشا ويعيش معها فقط من أجل ابنتيه تيشيني وبيني. تدخل فتاة تدعى جانفي لحياة أديتيا، وسيقع الاثنان جانفي وأديتيا في حب بعضهما، لكن علاقتهما لا تدوم لأن نيشا ستحاول إبعادهم عن بعضهم، ستخلق عقبات وحواجز في طريق حبهم. المسلسل مشوق ولكن أحداثه أحيانا مملة ومكررة. إذ لديكم أي تساؤل حول المسلسلات الهندية وموعد عرضها فلا تترددوا بإخبارنا في التعاليق أسفل هذا الفيديو. انتهى الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات عن المسلسلات الهندية ونجومها، واعملوا لايك للفيديو، وكلمة شكر منكم تكفيني.